بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم، اللهم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين، وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم، فكيف كان نكير. فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. لقد أصر فرعون على عناده وعدم إيمانه، وأصر على التنكيل بقوم موسى، ومع ذلك دأب نبي الله موسى عليه السلام على دعوة فرعون إلى الإيمان برب العالمين، وإنه يطلب منه إطلاق بني إسرائيل من الأسر اللي كانوا فيه على يد فرعون وأعوانه. لكن فرعون تجبر وتكبر وازداد عناد وكفر وطغيان، وصدق الله العظيم، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبالغ فرعون في اضطهاد بني إسرائيل قوم موسى وبالذات المؤمنين منهم، فكان الله تعالى لفرعون بالمرصاد، وأوحى الله تعالى لنبيه موسى عليه السلام بأنه يخبر فرعون وقوم فرعون بأن الله تعالى سينزل أو سيوقع بهم العذاب الأليم، جزاء على تكذيبهم لموسى عليه السلام، وجزاء على امتناعهم على أو عن إطلاق سراح بني إسرائيل. فربنا سلط عليهم أنواع من البلاء، ابتلاهم سبحانه وتعالى بالقحط، فعم القحط والجدب، وأنقص الله تعالى المطر فقلل المطر، نسبة المطر قلت، فبالتالي ده قل عن الحقول بتاعتهم وعن جناينهم وعن بساتينهم، فالنقص ده أدى أثر على إنتاج الثمرات، يعني ابتلاهم بنقص من الثمرات فجفت زروعهم وهلكت مواشيهم. كل ده كان بلاء من الله سبحانه وتعالى، نقدر نقول كده أرست ودن لعلهم يذكرون، لعلهم يعني أنه طريق قلوبهم إلى الحق البين الواضح. لكن الحقيقة فرعون تمادى، هو وقومه تمادوا في العناد وعدم الاستماع الواعي لما ينصح به موسى،
وبعدين لما تمادوا في العناد شوفوا يقولوا إيه لسيدنا موسى. هما خلاص هما مؤمنين إنه سيدنا موسى ده ساحر وكل ما يأتي به من الآيات سحر، برغم إن هما لو دققوا النظر لوجدوا إنه ما السحرة كانوا قدامهم وما صنع وما قام به موسى عليه السلام التقم اللي السحرة كله عاملينه. فلو كان ما عليه موسى سحر لكان شارك السحرة فعلهم، لكن الحقيقة ما عملش كده. فيروحوا لسيدنا موسى ويقولوا له كما قص علينا القرآن الكريم، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. يعني كل آية تقول إنه أنت عايز تسحرنا بيها فنترك فرعون نتبعك أنت، قالوا له فما نحن لك بمؤمنين. فحل بهم عقاب آخر من الله سبحانه وتعالى بسبب العناد. أرسل الله تعالى عليهم الطوفان، قال تعالى فأرسلنا عليهم الطوفان، يعني كان بينزل المطر بشدة كأنه زي الطوفان العاتي أغرق المنازل وأتلف جميع الحقول والبساتين وأفسد الزروع، ولا بقى فيه زرع ولا بقى فيه ثمر ولا شيء، نزل المطر بشدة كأنه طوفان عاتي. فلما اشتد عليهم البلاء راحوا اشتكوا لسيدنا موسى عليه السلام وقالوا له كما قص علينا القرآن الكريم. ولما وقع عليهم الرجس، الرجس اللي هو العذاب، ولما وقع عليهم الرجس وقالوا قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. يعني راحوا يتوسلوا بقى لسيدنا موسى إنك تدعي ربنا إنه يرفع عننا الرجز اللي هو العذاب، لو اترفع المطر بقى الطوفان الغرق اللي هم فيه ده إحنا هنؤمن بما جئت به أو بما أرسلت به ونرسل ونطلق سراح بني إسرائيل. فدعا سيدنا موسى ربه، فكشف ربنا سبحانه وتعالى رفع البلاء والعذاب ده، واستقر نزول واستقرت السماء بدل الأمطار العنيفة العاتية اللي زي الطوفان، استقر الجو وحل الرخاء بديارهم ورجعت الحياة تاني هادئة مطمئنة مستقرة، وبدأت الأرض تنبت الزروع والثمار والحقول بقت فيها ألوان كثيرة من الفواكه والخضروات وسائر الثمار. لكن ماذا فعل قوم فرعون؟ هذا ما نتعرف عليه بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى. أهلا وسهلا بحضرتكم. بعد ما أجاب الله سبحانه وتعالى دعاء نبيه موسى عليه السلام بأنه يرفع الرجز أو العذاب عن فرعون وقوم فرعون، إلا إن قوم فرعون عادوا، أو لكن قوم فرعون عادوا ولم يلتزموا بما قاله أو بما قالوه لموسى عليه السلام. يعني ما التزموش في إن هم أطلقوا سراح بني إسرائيل، لم يطلقوا سراح بني إسرائيل ولم يؤمنوا بما أرسل به موسى عليه السلام. يعني حتى كما وصفهم القرآن الكريم في قوله تعالى فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوا إذا هم ينكثون، ينكثون يعني يخلفوا في الوعد بتاعهم. لما راحوا لموسى وقالوا له بس لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، واستعملوا اللام للتأكيد على هذا الأمر، لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، فلم يؤمنوا ولم يطلقوا سراح بني إسرائيل. فحل بهم عقاب تاني من عند الله سبحانه وتعالى، ربنا سلط عليهم الجراد. الجراد بقى جه أكل كل الزروع والثمار، ورجعوا مرة تانية طبعا إلى موسى، مصيبة كبيرة حصلت لهم، ورجعوا لسيدنا موسى ووعدوه بما وعدوه من قبل، لو كشفت عننا أو لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل، وطلبوا منه بس انت ادعي إنه ربك بإنه يكشف الإيه الجراد عننا. فدعا سيدنا موسى ربه فأنقذهم من الجراد، لكنهم رجعوا تاني ونكسوا العهد بتاعهم، فسلط عليهم ربنا القمل. القمل بقى اللي كانت الحشرات الدقيقة الصغيرة دي اللي كانت بتدخل ما بين اللبس اللي لابسينه وما بين جلودهم، وتدخل بأعداد كبيرة جدا مهولة،
أذاهم جدا. تخيل واحد جاي يلبس حاجة كده وحشرات مالية ما بين الجلد وما بين الملابس وفي الفرش بتاعتهم وفي كل مكان، يعني طلهم أذى شديد جدا. وكان برضو دي آية من الآيات، وسيدنا موسى نبههم في الأول إنه ربنا هيرسل آيات حتى يفيقوا ويتذكروا ويروحوا تاني لسيدنا موسى عليه السلام إنه يدعي ربنا يكشف عنهم العذاب. فدعا سيدنا موسى، فلما استجاب الله دعوة نبيه موسى وكشف عنهم الرجز، كشف عنهم العذاب وهو عذاب القمل، برضو لم يوفوا بعهدهم ولم يؤمنوا كما وعدوا ولم يرسلوا بني إسرائيل يفكهم من الأسر اللي هم كانوا فيه عندنا هنا في مصر. فابتلاهم الله تعالى بالضفادع، سلط عليهم برضو كميات شديدة وكبيرة جدا من الضفادع، دخلت بيوتهم وتسللت إلى الفرش بتاعتهم، السراير وأماكن القعدة اللي كانوا بيقعدوا فيها، وكانوا هم قاعدين كده في البيت تسقط عليهم في وهم قاعدين ياكلوا، تسقط في أواني وفي الأواني بتاعه الأكل وتقع في الأكل وهم بيطبخوه. فكلما يعني واحد منهم حب يكشف عن غطاء حتى مغطي يلاقي فيه الضفادع قاعدة في الإناء بتاع الأكل أو بتاع الشرب، أو جاي مثلا ياخد حاجة يلبسها يلاقي الضفادع قاعدة في الأماكن خزانة الملابس، حتى إنه الضفادع دي جعلت الأماكن وكأنها يعني ضاقت عليهم أرضهم بالضفادع. آية من آيات الله، ونكدت عليهم نكد شديد جدا، نكد مرير، لا عارفين ياكلوا ولا يشربوا ولا يناموا، صوت طبعا الضفادع مع كثرتها شيء يعني مؤرق ما يخليش الإنسان ينام كويس ولا إنه يعرف ياكل كويس ولا يرتاح في مكان، كل الأماكن مليانة بالضفادع. فرجعوا تاني، راحوا طبعا يشتكوا لفرعون، ما عرفش يعمل لهم حاجة. فلجأوا تاني لجأوا إلى سيدنا موسى مرة أخرى وطلبوا منه إنه يدعو ربه بأن يكشف عنهم العذاب، ولئن كشفت عنا العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. رجعوا تاني يوعدوا وقالوا له حنتوب ونرجع عن اللي احنا عملناه، فاخد منهم العهود والمواثيق. ثم دعا موسى ربه فرجعت الضفادع إلى أماكنها وخلت ساعتها مصر من الضفادع، رجعت من حيث أتت يعني، ومع ذلك رجعوا تاني نقضوا العهد ولم يؤمنوا ولم يرسلوا معه بني إسرائيل، وجحدوا بكل آيات الله تعالى البينات اللي ربنا سلطها عليهم عشان يفوقوا عشان يرجعوا له. وكانت الآيات الحقيقة كل آية بتيجي بتكون أصعب من اللي قبلها، يعني كل آية بتيجي بتكون بتزداد صعوبة وشدة. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب، ربنا بيقول لعلهم يرجعون. يعني الآية الامتحان الابتلاء بيفيد له في الابتلاء عموما، له فوائد كثيرة، بيخلي الإنسان يقف وقفة مع نفسه ويراجع حساباته ويشوفه ماشي صح ولا ماشي غلط. الابتلاء بيخلي الإنسان، تطهير للإنسان من الذنوب، تعريف للإنسان بقدر النعم، تنبيه للإنسان من الأخطاء وإن هناك رب جبار جل جلال الله وأنه جبار غفور رحيم جل جلال الله. الابتلاءات لها معان كثيرة، تطهير نفس الإنسان، التعريف بقدر النعم، التنبيه من الغفلة، تطهير الإنسان من الذنوب. فلو الإنسان ربنا بيجري عليه آيات وهو مصر على عدم الإفاقة، إنه يفوق لنفسه وإنه يصحح مساره وإنه يستعين بالله ويستقيم، وإذا لم يسلك طريق الرشد وطريق الراشدين يبقى الآيات إيه؟ الآيات هو غافل عنها. فربنا بيورينا النماذج دي من البشر. وأخيرا ربنا سبحانه وتعالى سلط عليهم أشد الآيات وأقساها، يعني آية صعبة جدا، يعني بعد ما كان بقى الطوفان وبعدين الجراد وبعدين القمل وبعدين الضفادع، جت آية الدم، صارت المياه كلها دماء بلون الدم الأحمر، مش يعني كأنها دماء، بلون الدم الأحمر القاني، وكانت فيها ريحة الدم. فاشتد العطش بفرعون وقوم فرعون حتى أنهم اضطروا في الوقت ده أنهم يمضغوا أوراق الشجر، مش قادرين يشربوا المياه ويستعملوها، مش عارفين يشربوها، وكانوا إذا شربوها من شدة العطش وجدوا فيها طعم الدم. وكان ده من أشد ألوان العذاب، من أشد ألوان الرجز اللي ربنا نزله عليهم على فرعون وقومه.
قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات. شوف ربنا بيأك آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. مش انتبهوا للآيات وجعلوا هذه الآيات تبقى سبب لأنهم يلتفتوا إلى الحق الذي أرسل به موسى عليه السلام ويرتدعوا؟ لا، زادتهم استكبار وعناد. ليه؟ لأنهم أفلين، أفلين، مش لا بيسمعوا ولا بيشوفوا، ولا عايزين يسمعوا ولا عايزين يشوفوا ولا عايزين يعتبروا. وظل سيدنا موسى على الحال ده يدعو فرعون وقومه حوالي 30 عام، 30 عام من بعد يوم الزينة، من بعد المبارزة الكبيرة دي اللي كانت موجودة ما بين سحرة فرعون وما بين اللي آمنوا وبعد كده وما بين سيدنا موسى عليه السلام. وشاهد فرعون كل الآيات دي، إنه يؤمن، إنه يردخ، إنه يفكر، إنه يتدبر، أبدا لم يؤمن بها. ربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة طه: ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. هو نوعيته كده في البشر، نوع من البشر الكبر والعناد وظلام النفس مسيطر عليه. والحق إنه بماذا ستجدي الآيات مع قلوب مظلمة ونفوس متجبرة وعقول مغلقة موصدة مش عايز يفتح عقله ويفكر، عقول قافلة إنها تفهم، لا تريد أن ترى أو تفهم الآيات. وصدق الله تعالى القائل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. صدق الله العظيم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام. واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين. أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناتنا العزيزة قناة أن والقناة الأولى المصرية والقناة الفضائية المصرية وسائر مشاهدينا الكرام في كل مكان. قبل ما ننبه على الصفحة وقبل ما ناخد أسئلة السادة المشاهدين الكرام، نتقدم الأول بخالص التهنئة لإخواننا وشركائنا في الوطن بمناسبة أعيادهم. والحقيقة أنه هذه التهنئة هي من باب البر والإحسان والمودة اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بها عز وجل مع الناس جميعا. أمرنا بالبر والإحسان والمودة قولا وفعلا، أمرنا بأن احنا نقول القول الحسن الطيب لسائر الخلق كما قال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. وأمرنا سبحانه وتعالى كذلك بصنيع الفعل الطيب الحسن مع جميع خلق الله تعالى، كما جاء ذلك في صريح القرآن الكريم في قول الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم
إن الله يحب المقسطين، تبرهم البر ده اسم جمع لكل أنواع الخيرات. فربنا أمرنا بالبر، صنيع كل الخير مع جميع الناس، وأمرنا كذلك بالقسط لأنه يحب المقسطين، يحب أهل العدل والإحسان. وأمرنا المولى سبحانه وتعالى زي ما قلنا لحضراتكم دائما في النص القرآني الشريف بالإحسان والقسط إلى جميع الخلق، عشان تشيع بينا روح المودة والرحمة والتآلف، تشيع هذه الروح الطيبة بين أبناء الوطن الواحد لمواجهة التحديات الكبيرة. ونتوجه إلى الله تعالى سبحانه وتعالى جل جلاله الله بالدعاء أنه يحفظ وطننا الغالي مصر، وأنه يبارك في أهله، وأنه ينعم سبحانه وتعالى علينا بالأمن والأمان، وأنه ينظر إلينا بعين العناية، وينظر إلينا بعين الرعاية، وينظر إلينا جل جلاله بعين الحفظ، وينظر إلينا بعين الحماية، وينظر إلينا جل جلاله الله بعين النصر على الأعداء، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكل عام ونحن جميعا بخير وسلام وستر وصحة وعافية، وسلام الله على سيدنا عيسى وستنا مريم في العالمين، اللهم آمين أجمعين. ونبتدي ننبه على صفحتنا، الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة، دي الصفحة بتاعتنا، بنستقبل الأسئلة، ما بنجاوبش على الصفحة، بنجاوب من خلال شاشتنا يعني من خلال الشاشة، ما بيبقاش في إجابات من خلال الصفحات التواصل. ونرجو شدة الحذر من الصفحات المزيفة الكثيرة المنسوبة إلينا زورا وبهتانا. الإجابة من خلال الشاشة، شاشتنا قناة أون، القناة الأولى المصرية والفضائية المصرية. وناخد معانا أول سؤال. أستاذة إيمان. ألو. أهلا وسهلا أستاذة إيمان. إزي حضرتك؟ أهلا بيك ست كل. أنا بحب حضرتك جدا. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. ربنا يبارك. سؤالي يا دكتورة، أني أخويا متجوز وسايب ومتخانق مع بابا وماما بسبب مراته. تمام. فدلوقتي هو بيجي عندنا وكده، فماما بتقولي ما تدخلهوش، فان انا اسمع كلام بابا وماما ولا ما تدخلهوش. طب يعني هو جاي ليه لما هو متخانق معاهم؟ عايز يراضيهم وهم مش راضين. فانا لا يعني نحاول حاضر. طيب هرد عليك، انت بتقولي ادخله ولا ما تدخلوش، بس انا انت لو بيزعقولي. لكن ممكن لو دخل يعرف يراضيهم، يعني هو بيحاول بس أنا مش بيرضى. طيب حاضر. تمام. حاضر يا إيمان. شكرا. ربنا يبارك فيك. معانا أستاذة نغم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله تعالى. ازي حضرتك عاملة ايه؟ الحمد لله يا أستاذة نغم. أنا أسفة على الإزعاج حبيبتي. أبدا أسعدتينا، أهلا وسهلا. الله يخليك يا حبيبتي. حبيبتي إيه الفرق بين كلمة امرأة بالته المربوطة وامرأة بالته المفتوحة؟ حاضر. والفرق بين رحمة بالته المربوطة ورحمة بالته المفتوحة؟ انت عايزة اقرا. حاضر. وحاميم جت اكثر من سورة، ما معناها حبيبتي؟ الحرف المقطع، حروف المقطعة حاميم. حبيب. حاضر. في سورة هود فأوردهم النار وبئس الورد المورود، فأورده فاتبعوا في هذه لعنة يوم القيامة بئس الربد المرفوض. يعني ايه حبيبتي؟ حاضر، شكرا يا استاذ. اتفضل. ليه ربنا حرص على صلاه العصر كصلاه الوسطى؟ ليه ربنا حرص عليها قوي؟ حاضر. هنطلع فاصل. طيب هنطلع الفاصل، معلش الوقت النهارده، وبعد الفاصل نبدا في الرد على اسئله حضراتكم باذن الله تعالى. اهلا وسهلا بحضراتكم. ايمان كانت بتسال ان اخوها في مشاكل بينه وبين مراته، واتخانق مع والديه بسبب زوجته، وهم زعلانين منه، وهو بيحاول يدخل يصالحهم، بيقولوا لبنتهم ايمان ما تفتحيلوش الباب، وهي عايزه تصلح الحال ما بين اخوها وما بين الوالدين. طبعا الاصلاح بين الناس ده ثوابه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وعليك بالحكمة والحيلة. يعني مثلا ممكن أتزيد أنا من عندي من باب الإصلاح بينهم، فقولهم ده حالته النفسية تعبانة جدا وبيعاني من حالة نفسية جديدة وما بيكفش عن البكاء، وأنا خاف يحصل له حاجة، ولو حصل له حاجة ممكن يعني أنتوا تزعلوا عليه وبتاع، فأنا هفتح له الباب عشان بس وضعه الصحي ما بقاش مظبوط. والنبي عليه الصلاة والسلام
من الأمور اللي رخص فيها بالكذب من ضمن الثلاث أمور اللي قالها كان الإصلاح بين الناس، لأنه الكذب في حد ذاته كبيرة من الكبائر، لا يجوز للمؤمن أن يقع فيها أو أن يرتكبها أو أنه يستخف ويستحل أنه يكذب. لكن في مجال الإصلاح بين الناس، إن أنا مثلا ده ابنه وده أبوه وأمه وأنا عايز أصلح ما بينهم، فتزيت شوية كده في الأمور بحيث أن أنا أحاول أوصل أخليهم يستمعوا إليه يا إيمان، وإن شاء الله ربنا يعينك وصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى طلب إعانة كده إنه يصلح الحال وييسر له الحال معاهم، لأنه حيزيد حاله تخبط إذا هم كانوا مش راضين عنه بهذه الصورة. صاحبة السؤال يا إيمان، ربنا يبارك فيك يا إيمان، أخت برة وابنة برة. الأستاذة نغم ما شاء الله عليها سأل شوية أسئلة حلوين، فبتقول الفرق بين امرأة بالتاء المربوطة وامرأة أو امرأة بالتاء المفتوحة، وكذلك رحمة ورحمة، ليها كذا سؤال بس هنقول تباعا. الكتابة ناخدها قاعدة، الكتابة والرسم القرآني معجز بذاته، زي ما معاني القرآن زي ما أصوات القرآن معجزة، كذلك الرسم القرآني ده علم كبير جدا وهو معجز بذاته. امرأة بالتاء المفتوحة اللي هي التاء اللي عليها النقطتين دي اللي ليها زوج، والامرأة بالتاء المربوطة اللي عليها نقطتين فوق التاء المربوطة ليس لها زوج. فلو شفنا مثلا ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح، امرأة نوح يبقى زوجها سيدنا نوح، وامرأة لوط، فهتلاقي التاء مرسومة التاء مفتوحة النقطتين عليها التاء اللي هي المفتوحة مش معقود. يعني ده مثل، وربما تلاحظي بقية الأمثلة بناء على هذا المعنى في النص القرآني الكريم. بالنسبة لرحمة ورحمة بالتاء المفتوحة والمعقودة، بالتاء المعقودة اللي هي المربوطة يعني رحمة واقعة حاصلة، رحمة واقعة حاصلة موجودة. رحمة بالتاء المفتوحة يعني رحمة متوقعة نرجوها من الله، يعني هي مدخرة للمؤمنين، شيء بيرجى مرجو إنه يكون موجود، زي إن رحمة الله قريب من المحسنين، فيبقى هتلاقي التاء عندك مفتوحة في القرآن، إن رحمة الله، لأنها شيء مرجو إنه يحدث وهو محقق بيحدث للمؤمنين بحسب حالة كل مؤمن من المؤمنين أو أمة من المؤمنين. يا صاحبة السؤال، بالنسبة لحاميم هي وردت في افتتاح سبع صور في القرآن الكريم. إحنا لما بنيجي، هي من أسرار القرآن واجتهد العلماء في فهم معانيها كثيرا، هي من أو هي أسماء للحروف، فإحنا بننطق المسمى بتاع الحرف حاء والنطق حاء، فإحنا في القراءة هنا حاء ميم، هو ده حاء ده اسم الحرف، ميم ده اسم الحرف. في بقية القرآن إحنا بننطق أو بنقرأ القرآن بأصوات الحروف، آ ما بقولش همزة بقول آ، لو مثلا أيكونوا آ، فباخد هنا الصوت، ما أقول مثلا قال فبتقول قا، أنت بتاخد الصوت، لكن الأحرف المقطعة إحنا بننطق أسماء الحروف. حاميم حاء ده اسم الحرف، وميم اسم هذا الحرف، فإحنا بننطق في الأحرف المقطعة أسماء الحروف، وبقية القرآن بننطق أصوات الحروف الخاصة بالنص القرآني الحكيم في بقية القرآن الكريم. ونسأل الله سبحانه وتعالى مزيد من الفهم والفتح عن الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لي حضرتك بتسألي كمان عن صلاة العصر، وبتسألي ليه يعني اهتم بذكرها القرآن الكريم، وإنه جاء التأويل إن هي الصلاة الوسطى. مما قيل في ذلك لأنه الملائكة الكرام، إحنا وقت العصر ده وقت الأفول، خلاص إحنا داخلين على الليل، والملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، فبيتعاقبوا علينا في هذا الوقت من باب الفصل بين
النهار وما بين الليل، واحنا بيحصى علينا اعمال النهار واعمال الليل. ايه الفاصل بقى؟ وقت العصر معاه بندخل على وقت بعد كده وقت المغرب مبدا الليل، نهايه اليوم وقت العصر. فاكد عليها ان احنا ما نكونش من الغافلين، نكون من الذاكرين، قائمين بالصلاه الوسطى، لانه ده ختام اليوم، فتتختم صحيفه الحسنات بتاعتنا بالصلاه، وتبدا صحيفه الحسنات بالصلاه وهي صلاه الفجر، لانه بيتعاقبون علينا ملائكه بالايه؟ بالليل وبالنهار، كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام واخبر النص القراني الحكيم. فبالتالي يبقى نهايه اليوم بتاعنا مكتوب فيها ان احنا من المقيمي الصلاه، وده لخطوره امر الصلاه، وكذلك انه مبدا النهار بتاعنا ابتدينا بصلاه وختمنا بصلاه، وهنبتدي الليل بصلاه وهو صلاه المغرب. فالانسان على طول يكون موصول بالله سبحانه وتعالى، ويكون من الذاكرين الله كثيرا المقيمي الصلاه. والله تعالى اعلى واعلم. كان في سؤال لمنى ان شاء الله باذن الله غدا نجاوب عليه، كان من حلقه سابقه، ونتوجه الى الله سبحانه وتعالى بخالص الدعاء، فهو الامر وهو الذي وجهنا الى ذلك، ادعوني استجب لكم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والاكرام والطول والانعام، اللهم انا نسالك بمحمد نبيك وابراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك، وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم، وبكل وحي أوحيته نسألك. نسألك يا مولانا نصرا عزيزا، نسألك يا مولانا فتحا مبينا، نسألك يا مولانا عزا عظيما، يا من بيده ملكوت كل شيء، إنك على كل شيء قدير. نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا كل الفتن والآفات، واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. يا الله، يا من كنت قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، اللهم اجعل لغزة وفلسطين فرجا ومخرجا، بحق ليس لها من دون الله كاشفة، بحق ليس لها من دون الله كاشفة، بحق ليس لها من دون الله كاشفة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، اللهم آمين. نستودعكم عناية الرحمن الرحيم.